كان يا مكان في سالف العصر والاوان كان في راجل اسمه احمد عبد العزيز محمد شوبير. والكبير كبير هتجيني وريني لما انت تبقى مش قادر يا عيني. والكبير كبير يا حبيبي وانا عيبي مش هنسى يومها انك طلعت عيني. والكبير كبير هتجيني وريني لما انت تبقى مش قادر يا عيني. مش هنسى يومها انك طلعت عيني. والعلمك انا مش هموت عليك، انا عندي خمسة ستة يضايقوا فيك، يشوفوهم جنبي يقولوا راحت عليك، ما خلاص راحت عليك. والعلمك انا مش هموت عليك، انا عندي خمسة ستة يضايقوا فيك، يشوفوهم جنبي يقولوا راحت عليك، ما خلاص راحت عليك. طلع البلاغ بيقول ايه بقى؟ انه سب وقصف فيه، وانه في مكالمه بيني وبين احد الاشخاص بسب وبقذف وبقول انه ابن كذا وابن كذا وابن كذا. عمري ما قلت كده، ما ينفعش اقول كده خالص. عمري ما قلت كده، ما ينفعش اقول كده خالص. عمري ما قلت كده، ما ينفعش اقول كده خالص. ومالي بالالفاظ الخارجه والجارحه دي؟ لا علاقه ليه. واحد بقى شاطر قوي، عارف قلد صوتي، عارف قلد صوت حضرتك، عارف قلد صوت محمود سعد، عارف قلد صوت مفيد فوزي. انا ماليش دعوه، انا عمال اضحك. هو خلاص فقد اتزانه، وبعدين هو هيقعد يهجس ويقول لك. طب اقول لك حاجه، هو اللي مش صوتي ومش صورتي. انا بقول قدام مصر كلها، لو طلع ده مش احمد شوبير هطلع قدام مصر كلها اعتذر. خلاص، واعتزل المحاماه واعتزل العمل. لا مقعد في دماغي ما اخرجش خلاص. بس لو طلع انت يا احمد يا شوبير تعمل ايه؟ عايزك تقول لي النهارده او بكره بقى في البرنامج بتاعك، لو طلع انت انك هتروح خبير فني وطلعت انت هتعمل ايه؟ مجلس الشعب سنه 2000 كان بيتواجد معاك وبيساندك وبيؤازرك. كان بيجي يجي وياخده يعني استرزق ويمشي. ايه المشكله؟ كان بيجي يقعد على السلم، كان بيجي يقعد على السلم، كان بيجي يقعد على السلم. يا ما شفت خير على ايدي ويا سيدي هنقول ايه؟ قصر وفر كلامك بالسلامه. خدت يومينك بيني وبينك، انا ممكن بكره اقرب. يا ما شفت خير على ايدي ويا سيدي هنقول ايه؟ قصر وفر كلامك بالسلامة. خدت يومينك بيني وبينك، انا ممكن بكره اقرب مقامك. والعلمك انا مش هموت عليك، انا عندي خمسة ستة يضايقوا فيك، يشوفوهم جنبي يقولوا راحت عليك، ما خلاص راحت عليك. والعلمك انا مش هموت عليك، ستة يضايقوا فيك، يشوفوهم جنبي يقولوا راحت عليك، ما خلاص راحت عليك. ولعلمك أنا مش هموت عليك، أنا عندي خمسة ستة يضايقوا فيك، يشوفوهم جنبي يقولوا راحت عليك، ما خلاص راحت عليك. هذا الافتكاوي بيقول له إيه رأيك في الجدال اللي بيحصل ما بينك وما بين خالد الغندور؟ كابتن شوبير قال له صعب. كابتن حسن المستكاوي قال له يعني ايه صعب؟ قال له صعب، صعب يكون في جدال ما بيني وما بين خالد الغندور. انت قول لي ان في جدال ما بيني وما بين منى الشاذلي، ما بيني وما بين عمرو اديب، ما بيني وما بين حمدي انديل، لكن بيني وبين خالد الغندور، انا خالد الغندور ما بيهاجمني كان بيردي ردي الوحيد ان انا ما بردش على عيال صغيره. ده الاعلامي الكبير كابتن احمد شوبير. وانا بقول له لو انت بتقول يا كابتن شوبير ان المجادله تكون ما بينك وما بين عمرو اديب ومنى الشاذلي وحمدي انديل، انا بقول لك صعب. صعب، ناس خريجي جامعه امريكيه، ناس بيجيدوا لغات على اعلى مستوى، ناس بقالهم في الاعلام وبيتعاملوا بمصداقيه في الاعلام، فصعب ان انت تقارن نفسك بيهم. اما ان انا اتقارن بيك ففعلا انت عندك حق يا كابتن شوبير، صعب وصعب جدا، لان صفاتي غير صفاتك، وتوجهاتي غير توجهاتك، وأغراضي غير أغراضك. يشوفوهم جنبي يقولوا راحت عليك، ما خلاص راحت عليك. قدام مصر كلها اهو، لو طلع ده مش صوتك بقول لك تاني، بالاضافه ان الدوله هتحاكمني هطلع هنا قدامك اعتذر قدام مصر كلها. كابتن مستشار، لو طلع صوتك يا احمد ما اشوفش خلقتك في القناه. حضرتك
مش قادر يا عيني والكبير كبير يا حبيبي وانا عيبي مش هنسى يوم هنك طلعت عيني.